مدينه تطوان من ساحه سمو ولي المهدي. طبعا فرحه عارمه ديال الجماهير التطوانيه على اثر فوز منتخب الوطن المغربي على تنزانيا ب3-0. طبعا كما كان متوقع من الجماهير المغربيه، عادت الاجواء الاحتفاليه ديال كاس العالم في هذه اللحظات هنا في ساحه سمو ولي المهدي قلب مدينه تطوان شمال المغرب. غادي نشوفوا الاراء ديال الشباب ديال مدينه تطوان. السلام عليكم. شفتي المقابله؟ نعم شفت المقابله ديال اليوم. مقابله مزيانه 3-0. نتمنى ان شاء الله المقابله اللي مازال ان شاء الله نغلبوا نهار الاحد ان شاء الله. وشكرا وكنشكروا مدرب الركراكي على هذا اللعب كل شيء. شكرا. كيفاش كان الاداء؟ كيفاش بان لك الاداء ديال المنتخب الوطني اليوم؟ الاداء كاز مزيان وكل شيء مزيان، ونتمناو الفوز مقابله مقابله الثانيه ان شاء الله. المقابله كانت ممتازه صراحه. كنشكرهم على القتال ديالهم اللعابه ولا المدرب، وشكرا مباشره مدينه تطوان. الاداء كيف شكل الاداء؟ الاداء في المستوى صراحه. كنشكرهم على المجهود اللي قاموا به. التحكيم كيفاش؟ التحكيم نص نص. كنتوا كتنتظروا اليوم ان المنتخب الوطني يفوز 3-0؟ لا عرفنا يتصلوا ان شاء الله، كنا قلنا باربعه. قلنا 4-0. اليوم كنشوفوا الاجواء الاحتفاليه ديال كاس العالم حطت الريحه اليوم هنا في تطوان، يعني الاجواء الاحتفاليه اللي كانت في الخاطر. عندنا الامين ان شاء الله غنديو الكاس الافريقي ان شاء الله. افريقيا مغربي 100%. مقابله واعره صراحه، استمتعنا. واخا مشى للصوت صراحه التجربه مشى للصوت، ولكن المقابله دارت واعره. داكشي اللي كنت كنتظر الادرينالين طلع حتى للسما الحمد لله. كنت كنتظر ان اليوم المنتخب يفوز 3-0؟ انا ديجا سرحت في واحد كانت الصحافه وقلت غنغلبوا ب 4-0. ديك الرابع ما بغاش يدخل، عييت يا ربي الرابع والو ما تقالش. كنا ممكن نغلبوا ب 5-0 اليوم. صراحه يطلبوا محاولات يعني كون كانوا جميع فرص استغلوا 7، لان الفرص اللي ضاعوا النصيريه الزلزوليه يعني كون كانوا تسجلوا كان 7-0 8-0. شنو رايك في التدخل العنيف ديال اللاعبين التنزانيين؟ احيانا شفنا تدخلات قويه اليوم. دابا هما بغاو دابا هما بغاو يكسروا الريتم ديال المباراه، فهمتي؟ يعني بغاو يبقاو يدخلوا ديك التشنجات باش الريتم يطيح، ولكن جابوها غير في راسهم الدوا الحمراء ولعبوا ناقصين، ف كانت لصالح منتخب المغرب. زعما اش نقول لكم؟ مباراه رائعه، نتمنى الدراري يكملوا في هذا المنوال وما نديوهاش لها الضغوطات، وان شاء الله مربوحه وغنجيبوها يمكن نجيبوها ان شاء الله. مربوحه طبعا. شنو الاحساس كنت كتشوف الاجواء الاحتفاليه اليوم في كاس العالم؟ طبيعة الحال طبيعة الحال مدينة تطوان دائما كتحتفل بالمنتخب المغربي، وان شاء الله غنجيبوها كيف ما كان الحال من الكوت ديفوار، وغنحتفلوا معاهم ان شاء الله ديما. برافو.